انا عايز افهم، هل الجزر المصريه في اليونان هي جزر مصريه؟ يعني تشيس وكافالا وتاتوس دي جزر مصريه، ولا احنا لينا اوقاف عليها؟ لينا اوقاف عليها، بنملك اوقاف على هذه الجزر. تمام. واحنا لكن الجزر اليونانيه، الجزر اليونانيه، لكن السلطان العثماني اوقفها لمحمد علي. ورعها وبيعين نظار اوقاف على مدى التاريخ من محمد علي حتى وقتنا هذا، بيعين نظار على الوقف. وهيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف هي التي تتولى تحصيل ريع هذه الجزر وتحصيل ريع جزيرة تاشيوس اللي هي ساسوس أو تشيوس إن صحت التسمية، الثلاثة الترجمة من اليونانية للمصرية تحمل أكثر من تسمية، وجزيرة كافالا وغيرها في الجزر اليونانية، جميعها تدويرها هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف المصرية. تقدمنا بصورة من الحجة الموجودة بدار الوثائق القومية، وطلبنا من هيئة قضايا الدولة أن تتقدم بأصل هذه الحجة. وزارة الأوقاف محامي هيئة قضايا الدولة الحاضر عنها قال إن الحجة دي ليست لدينا ولكنها في هيئة الأوقاف، فلم نكن في بدء الأمر اختصمنا هيئة الأوقاف المصرية، فصححنا شكل الدعوة بإدخال قسم جديد في الدعوة وهو هيئة الأوقاف المصرية، وطلبنا أمام المحكمة من هيئة الأوقاف المصرية أن تمدنا وتقدم إلى المحكمة الحجة التي أشرنا إليها في الدعوة. ولكن هيئة الأوقاف ألقت الكرة بملعب وزارة الأوقاف وقالت أن وزارة الأوقاف لديها إدارة خاصة بالحجج، فما كان من محامي هيئة الأوقاف اللي حاضر إلا أنه قال أن هيئة الأوقاف المصرية هي اللي عندها الحجج ولا ومش إحنا. وقد تأجلت الدعوة في حضور الاثنين، وحتى وقتنا هذا كان في دعوة النهاردة بتنظر، آخر جلسة كانت النهاردة أمام المستشار محمد دمرداش العقالي بالدائرة الأولى مفاوضين، ولحد اللحظة النهاردة لحد اليوم لم تتقدم ولا هيئة الأوقاف ولا وزارة الأوقاف بالحجة. طب تفتكر ليه حضرتك ما يقدموش الحجة؟ يعني قدموا شهادة من وزارة الأوقاف بالأوقاف اللي احنا اللي تابعة لينا، لكن ما قدموش لينا ولا للمحكمة، ولا قدموا لي كمواطن مصري، ولا قدموا للمحكمة التي تنظر ملف الدعوة الجزر دي بتحصل ريع قد ايه، ايه عقود ايجارها اللي ابرمها مبارك في 97 وبعده، ايه الدخل بتاع الجزر ده وريعها بيدخل البنك المركزي ولا بيدخل ميزانية وزارة الأوقاف، كيفية توزيعه، بيضخ بيدخل خزنة ايه، هل بيدخل خزانة الدولة ولا لا، ولا بيروح لصناديق خاصة. احنا ده عايزين نعرفه. احنا في بادئ الامر كنا ندافع عن جزر مصرية او جزر يونانية موقوفة لصالح الامة المصرية وتدر دخل، فهدفنا ان احنا نحمي اوقافنا في الخارج، ده هدف الدعوة. ولذلك اقمنا انا وزميلي الاستاذ حميد وجميل البرنس هذه الدعوة حرصا ودفاعا منا عن الجزر التي تدر دخل للشعب المصري، والمفترض انها تودع ما يأتي منها من ريع بخزانة الدولة. احنا لحد النهاردة كنا في الجلسة صباح اليوم ولم نتمكن سواء من هيئة الأوقاف او من وزارة الأوقاف، ولم يتقدموا بمستند واحد يقولوا ان في ريع حتى ولو جنيه بيدخل الخزانة العامة.